بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي سوف آتي الله وحدي بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشيد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين وقائد الغر الميامين المحجلين، اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. وعد الله أهل التقوى باليسر بعد العسر، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاللهم يسر أمورنا. وعد الله أهل التقوى بالفرج بعد كل ضيق وحرج، فقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم أوجد لأمة خليلك محمد فرجا ومخرجا. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب، اللهم اجعل رزقنا كله حلالا، واجعلنا لك فيه من الشاكرين، برحمتك يا رحمن يا رحيم، آمين. أحبتي في الله، تعلمون أن الله عز وجل ما خلقنا عبثا، وإنما خلقنا لغاية شريفة ولمهمة كبيرة عظيمة. قال جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
الله جل جلاله ما خلقنا عبثا، وما تركنا في الدنيا هملا، بل أنزل علينا من السماء كتب، وبعث في كل أمة رسولا. ما خلقنا عبثا، وما تركنا هملا، ولن نذهب أبدا بموتنا سدى، بل كلنا إلى الله سيرجع، وعلى الله سيعرض. والسعيد من قدم لنفسه في هذه الدنيا عملا صالحا يفرح به في الآخرة، والشقي البائس التعس من باع الآخرة بالدنيا واشترى العذاب بالمغفرة. كلنا سيموت وسيلقى الله عز وجل. قد يأتيك الموت وأنت نائم، قد يأتيك الموت وأنت قائم، قد يأتيك الموت وأنت تعمل، قد يأتيك الموت وأنت مستريح، قد تصبح ولا تمسي، وقد تمسي وتصبح وأنت في القيامة. ويا لها من ليلة إذا كانت صبيحتها القيامة، فاللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. وإذا نزل بك الموت يا مسكين فلا تقلق على جسدك ولا تبالي به، فالمسلمون سيهتمون بعد موتك بجسدك جيدا، سيغسلونك ويكفنونك ويصلون عليك ويحملونك إلى القبر، إلى مسكنك الجديد. قد تلبس قميصك ويفك أزراره عنك غيرك، قد تلبس ساعتك ويخلعها من يدك غيرك، قد تلبس نظارتك، قد تركب سيارتك ويحملك منها غيرك. أنت لا تدري على أي حالة سيأتيك الموت، لكنه آت يقينا سيأتي، إذ أنه لم يفلت من قبضته من الأولين أحد أبدا. فإذا مت اعتنى الناس بجثمانك، غسلوك وكفنوك وحملوك إلى بيتك الجديد، إلى مسكنك الجديد، إلى القبر. وحتى حين إذا مت لن تقف عجلة الحياة، لن تنكسف الشمس، لن تنكسف الشمس ولن ينخسف القمر، ولن ينهار العالم، بل ستستمر من بعدك عجلة الحياة. حزن الناس عليك أصناف، من يعرفك معرفة سطحية سيقول فلان مات مسكين رحمه الله وينساك، أصدقاؤك أصحابك سيحزنون عليك أسبوعا أو أسبوعين، ربما شهرا أو شهرين، ثم ينصرفون إلى زوجاتهم وإلى لهوهم وإلى لعبهم وإلى ضحكهم. أما الحزن العميق
ففي البيت حيث الزوجة والولد، حيث الوالد والوالدة، سيحزنون عليك ربما عام، ربما وربما أقل من هذا بكثير، سيحزنون عليك ربما عام أو عامين، ثم يضعونك في أرشيف الذكريات. ربما وضع أحدهم لك صورة كبيرة في البيت وعليها شريط أسود، ويمر العام ولا يتذكرك ولدك بدعوة، يمر الشهر ولا تتذكرك زوجك بكلمة. المال أخذه الورثة، الزوجة ربما تزوجها غيرك، أما أنت فقد أفضيت إلى ما قدمت، فماذا قدمت لنفسك يا مسكين؟ سورة من القرآن تقول لنا انتبهوا وأفيقوا واستعدوا، سورة الزلزلة، آياتها ثمان، يعني آيات، سورة مكية كما قال أكثر أهل العلم، كل حرف فيها يصيح فينا استعدوا استعدوا. العلم يهتف بالعمل، فإن عمل الإنسان به وإلا ارتحل، أو كما قال أحدهم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا زلزلت الأرض زلزالها، قال الإمام مقاتل، ويكون هذا عند نفخة إسرافيل الأولى في الصور، إذا نفخ الملك الموكل بالبوق النفخة الأولى اضطربت الأرض اضطرابا شديدا وتحركت تحركا رهيبا واهتزت اهتزازا يخلع القلوب ويحير الألباب ويجعل سافلها عاليها وعاليها سافلها ويدمر كل شيء على وجه الأرض. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا شاء الله أن يقيم القيامة أمر النظام الذي وضعه الله في الكون أن يختل، تنفطر السماوات، تنفجر البحار، تتزلزل الأرض زلزالا رهيبا يدمر كل شيء، كما قال رب العالمين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا ترى بقوة كم ريختر لو وقع زلزال في الدنيا بقوة 5 أو 6 أو 7 ريختر لدمر الدنيا، لجعل عالي العمارات سافلها. يا ترى زلزال الآخرة
قوته كم رختر. الله قال عنه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، أو كما قال سبحانه: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. إذا رجت الأرض رجا، هكذا قال الله في قرآنه، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. كل هذه آيات تفسر قول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. زلزال عظيم يجعل الجبال هباء منثورا كالعهن المنفوش تنسف نسفا. قال تعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يعني ما في بطونها من مدفون من كنوز وأموات. زلزلة رهيبة تشقق الأرض تصدعها، ويخرج من أجوافها كل ما فيها من ثقل من كنوز أو دفاء أو أموات. والإنسان ثقل على ظهر الأرض وهو حي، وثقل في باطن الأرض وهو ميت. فإذا أذن الله للأرض أن تتزلزل لفظت كل ما في بطنها، كما تلد الحبلى وتخرج ما في بطنها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، قال بعض أهل العلم: إذا كانت النفخة الأولى من إسرافيل أخرجت الأرض كنوزها، فإذا جاءت الثانية أخرجت الأرض كل من في بطنها من أموات. اسمع لهذا الحديث العجيب الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقيء الأرض أفلاذ كبدها مثل الأسطوان من الذهب والفضة. لاحظوا كلمة تقيء، والقيء لا يكون إلا إذا مرض الإنسان واعتل، يعني هذه ظاهرة سيئة. تقيء الأرض أفلاذ كبدها مثل الأسطوان الأعمدة من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت من أجل الدرهم والدينار، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي وسرقت،
ويجيء القاطع ويقول في هذا قطعت رحمي، ثم يروحون ولا يأخذون منها شيئا. القيامة على الأبواب، هل سينفعك إذا خرجت من الدنيا لتلقى الله ذهب أو فضة؟ الدنيا أصبحت وراء ظهورنا، وقعت الزلزلة العظيمة وبعدها القيامة، ماذا تصنع بذهب أو بفضة؟ ماذا ستفعل بمنصب أو بجاه؟ الدنيا انفضت. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ما فيها من كنوز مع النفخة الأولى لإسرافيل، فإذا جاءت النفخة الثانية أخرجت ما في بطنها من أموات. والأرض أمكم تضمكم على ظهرها وأنتم أحياء، وتضمكم في بطنها وأنتم أموات، كما قال رب العالمين: ألم نجعل الأرض كفاتا، أحياء وأمواتا. كفاتا من الكفت، وكلمة الكفت معناها الضم، تضمنا على ظهرها ونحن أحياء، وتضمنا على بطنها ونحن أموات. وما من أحد منكم سيوضع في قبره إلا ويضمه القبر ضمه، إن كان صالحا فهي كضمة الأم الحانية لولدها العائد من السفر البعيد، وإن كان الأخرى ضمه القبر ضمة تختلف منها أضلاعه. فاللهم هون علينا يا رب، وقنا فتنة المحيا والممات يا رب. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها ما لها. الإنسان إذا خاف من سيول أو إعصار أو صفير ريح يسأل خائفا متعجبا إيه اللي حصل؟ الدنيا حصل فيها ايه؟ ما لها؟ اذا رأوا الزلزلة الكبيرة يقولون في خوف ورعب، يتساءلون في عجب وفي فزع، وقال الانسان ما لها؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حصل؟ الارض بعدما كانت قارة ثابتة مهادا ذلولا أصبحت تميد وتهتز وتدمر كل شيء عليها، ما لها ما لها؟ وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يأمر الله الأرض أن تكلم، فتقول لهم هذا أمر الله لي. الله قال لها يا أرض تزلزلي، فمدت، وإذا الأرض مدت أخرجي ما في جوفك، فسمعت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يعني أطاعت أمر ربها وحق لها أن تفعل. وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها. روى أحمد والنسائي واللفظ له
عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية بأن ربك أوحى لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، ثم قال: تدرون بما تتحدث الأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: تشهد على كل عبد وأمه بما عمل عليها. يا ترى بعدما تخرج من الدنيا سيتذكرك المسجد الذي كنت تركع وتسجد لله فيه، فإذا قامت الساعة شهدت لك أرضه أنك كنت تقدس ربك في سجودك عليه. يا ترى هل ستشهد آثارنا في الدنيا لنا بين يدي الله في الآخرة بالخير، أم ستشهد علينا بالشر؟ ما من ميت يموت يا عباد الله إلا وهو مستريح أو مستراح منه. إن كان صالحا يستريح من عناء الدنيا، وإن كان الأخرى يستريح منه البلاد والعباد والحجر والشجر. فاللهم عمر حياتنا بطاعتك، وأبقي لنا من بعد موتنا إلى يوم القيامة الدعوة الصالحة والذكر الحسن يا رب العالمين. وقال الإنسان: ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الله أمرني أن أتزلزل فسمعت وأطعت لربي بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، الصدور عكس الورود. إذا ذهبت إلى شيء فأنت وارد عليه، فإذا قضيت نهمتك وعدت فأنت صادر عنه. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدرون من قبورهم إلى أرض المحشر ليعرضون على الله، ليسألهم ربنا عن كل كلمة وعن كل نظرة وعن كل خطوة وعن كل جنيه سؤالين: من أين وفي أين؟ من أين جمعتموه؟ وفي أي شيء أنفقتموه؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا، أشتاتا يعني ليسوا على وتيرة واحدة. فهذا يخرج من قبره مطمئن، تملأه السكينة، تبشره الملائكة: أبشر يا ولي الله بالجنة. وهذا يخرج من قبره خائف، قلبه هواء، تستقبله الملائكة: أبشر يا عدو الله بالنار. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ليسوا على نسق واحد، مختلفون. هذا مات على طاعة، مات ساجدا، يخرج من قبره يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. هذا مات راكعا، يخرج من قبره يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا يخرج من قبره يتلو القرآن، مات وهو يقرأ القرآن. هذا يخرج من قبره له جراحات تنزف دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، مات شهيدا.
وهذا يخرج من قبره وجهه أسود، مات على معصية، مات ظالما، مات سارقا، مات مرابيا، مات قاتلا، مات على سوء العمل، مات منافقا، أعوذ بالله. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدرون من القبور إلى أرض المحشر، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. قال ابن عباس: بل معنى الآية يومئذ يصدر الناس أشتاتا يعني يصدرون بعد العرض على الله ليروا ثواب أعمالهم. فمؤمن عرض على الله، عاتبه الله في الصغائر وهو من الكبائر مشفق. تعرض على ربك فردا فردا ويسألك، تريد أن تعد جوابا للكبائر التي تلطخت بها، فإذا بربك يعاتبك في الصغائر، في نظرة، في كلمة، في فلس فيه شبهة وليس من حرام محض، وأنت ترتعد فرائسك الآن الآن، سيفصل فيك، وإما إلى جنة الخلود وإما إلى قعر الجحيم. وبعد العرض على الله يصدر الناس أشتاتا مع الملائكة، هؤلاء فرحون، ستر الله ذنوبهم وغفرها وعفى عنهم، وأمر الملائكة أن تلبسهم من حلل الجنة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول، يعني بعد العرض على الله، بعد ستر الله وعفوه، هاء مقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. خلاص، لا كرب عليكم اليوم، لا ضيق عليكم اليوم، لا عنة عليكم اليوم، هذا يوم الجزاء، هذا يوم الجائزة، هذا يوم المكافأة. والآخر بعدما حجب عن ربه وسود الله وجهه وأخذ كتابه بشماله، يصرخ صرخة الألم ساعة لا ينفع الندم، يقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، ذهب عني مالية، هلك عني سلطانية. لا مال ولا سلطان ولا خلة، إنما عملك وفقط. يومئذ يصدر الناس أشتاتا من القبور إلى أرض الحساب، أو يصدرون إلى الجنة أو النار بعد العرض على الله، كما قال ابن عباس: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ليسوا على وتيرة واحدة، ليروا أعمالهم، حتى يرى كل واحد فينا ثواب ما قدم.
حتى يرى كل واحد فينا عمله، ولن تزحزح إلى جنة أو نار حتى ترى ما قدمت من عمل. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك. اقرأ، هذا عملك، تراه أمامك في صحيفة أعمالك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه نفصل فيها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله عز وجل علمنا في أواخر الزلزلة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. الذر هو النمل الصغير، هكذا يقول العرب، وبعضهم يقول بل الذر هو الهباء الذي تراه مع شعاع النور لا يرى بالعين. وفي عصرنا الحديث مثقال الذرة، الذرة ابتداء فضلا عن مثقال الذرة، لا ترى إلا تحت النظارات المكبرة، العدسات المعظمة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زكاة الحمر. هناك زكاة للأنعام، للبقر، للخيل، للأغنام. جاء أحدهم وقال: هل هناك زكاة في الحمير؟ لو عندي كم رأس منها ما هي زكاتها؟ قال النبي: لم ينزل فيها شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، وقرأ: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. يعني إن كان عندك مال ليس فيه زكاة شرعا، قدم منه الخير لتفرح به في الآخرة. تملك مالا لم يبلغ النصاب، هل أنزل الله فيه شيء؟ نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويا لها من آية عظيمة، قال عنها عبد الله بن مسعود: أحكم آية في القرآن، أحكم آية في القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كل ما تعمله بسلب أو إيجاب، بخير أو بشر، ببناء أو بهدم، ستراه وستكافأ عليه. أجمع آية وأحكم آية في القرآن،
قال رسول الله: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. حتى هذه الابتسامة في وجوه المسلمين سأراها في ميزاني؟ نعم. آخذ عليها ثوابا؟ نعم. أريد دليلا من القرآن: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلا من أمتي يتقلب في الجنة، يعني يتقلب في نعيم الجنة. ليه؟ أزاح غصن شوك عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم. الله أكبر. إزالة حجر من الطريق أذى، غصن شوك، هذا أجده في ميزاني. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فلا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن صدقتك بجوار صدقات الأغنياء، فرب درهم سبق ألفا وسبق مئة ألف درهم. لا تحقرن عملك، ولا تحقرن عملا صالحا مهما رأيته صغيرا، فإن ربك كريم يكافئ على القليل بالكثير الجزيل. ألم تحفظوا من سنة نبيكم أن شيخا كبيرا قطع العطش أحشاءه فوجد بئرا فنزل فشرب، فلما خرج وجد كلبا يلهث يأكل الثرى، يعني التراب المبلل من شدة العطش، فقال: لقد بلغ العطش بهذا الكلب كما بلغ بي. ثم نزل البئر فخلع خفه فملأه ماء، ثم أمسكه بفمه ثم رقى فسقى الكلب فشكر الله له فأدخله الجنة بهذا العمل البسيط. نعم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. ألم تقرأوا في سنة نبيكم أن امرأة من البغايا من بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها؟ ربنا رحيم يحب الراحمين، عدل يحب أهل العدل، رفيق يحب أهل الرفق، كريم يحب أهل الجود والكرم. قال رسول الله: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. امرأة من بني إسرائيل حبست هرة فلا أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، فأدخلها الله فيها النار. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتكثر من الصدقة، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. فما شفع لها قيام، وما نفعها صيام ولا صدقة، لأنها تؤذي المسلمين بالغيبة، بالنميمة، بالإفك، بالكذب، بالبهتان،
بشهادة الزور. كل هذه آفات للسان، ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، استعدوا لهذا اليوم الذي تقفون فيه بين يدي الله. املأوا خزائن حياتكم بثواب العمل الصالح لتفرحوا يوم القيامة. كل دقيقة من عمرك خزانة، املأها بتسبيح، بتحميد، بصلاة، بصدقة، بكلمة خير. إياك أن تأتي في الآخرة فتجدها فارغة، أو تجدها ملآنة بعقارب الذنوب وحيات الكبائر. استعد لليوم الذي تأتي فيه ربك فردا، ليوم القيامة، ليوم الزلزلة، ليوم العرض على الله. إياك، إياك أن تخرج من الدنيا وقد تلبست بمظالم العباد، فإن الله قد قال: وقد خاب من حمل ظلما. من كان منكم لأخيه عليه مظلمة فليتحللها منه الآن قبل أن ينزل به الموت وتأتيه آخرته ولا درهم هناك ولا دينار، إنما الحسنات والسيئات. الله الله في دماء المسلمين، الله الله في أعراض المسلمين، الله الله في أموال المسلمين. كل المسلم على المسلم حرام، دمه، كل الدم حرام، كل الدم حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أسأل الله أن يخرجنا من هذه الدنيا على خير. اللهم لا نقف في الآخرة بين يديك ويطلبنا عبد من عبادك بمظلمة. اللهم أخرجنا من هذه الدنيا أنقياء، أصفياء، أبرار، أطهار، أخيار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم املأ قلوبنا وأيادينا وعقولنا شغلا بطاعتك. اللهم بيض وجوهنا يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، توابين، مطواعين، مخبتين يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر خير البلاد، واجعل أهلها خير العباد. يا رب ردنا جميعا إليك ردا جميلا طيبا. اللهم احقن دماء كل أهل مصر، اللهم احقن دماء كل أهل مصر. احفظ أعراض جميع نساء مصر، احفظ شباب مصر وأطفال مصر وشيوخ مصر برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انزع من قلوب المصريين الشحناء والبغضاء،
اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا بحفظك، اكلأنا بعنايتك، احرسنا بعينك التي لا تنام برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أدنى من ذلك فنهلك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي، بعد بعدي بعد لحدي سوف آتي الله وحدي، سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي، سوف آتيه وحيدا دون صحب دون حشدي.